السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم لكم مندي ديال اللحم، كيجي زوين وكيجي رائع. يلا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديالو. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا على خير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وسمحوا لي على هذه الغيبه، هذه سمحوا لي بزاف، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على اي واحد سول فيا ولا كتب لي تعليق، كنشكركم من كل قلبي. ومبروك عواشركم باش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم المندي اللي شاركته معكم شحال من خطره، وكاين اللي ما شافوش قلت علاش لا ما نصورو لكم ونشارك معكم العشيوه ديالي. هنايا عندي واحد البصله مقطعه، عندي هنايا الرز بسمتي اللي غنرقدو في الماء، عندي هنا شويه ديال اللحم، عندي هنا هذا اللوز اللي غادي نفسخو حتى هو، عندي هنايا هذا الزبيب الكحل اللي غادي نرقدو اللي رقدتو في الماء، اللي رقدتو في الماء ديال الزهر، عندي هنا شويه ديال الزيت، عندي هنايا هادو الحبوب ديال الابزار، عندي الثومه، عندي لاباديان، عندي ورقه سيدنا موسى والقرنفل والقرفه. هنايا عندي التوابل، عندي البزار، سكنجبير وحرق بلدي، وهنا الزعفران الحر درتو في شويه ديال الماء، السمن، عندي هذا ديال البنه اختياريه اللي بغيتي ديرها ديرها، اللي ما باش ما يديرهاش. عندي هنايا اللحم اللي غنرقدو ان شاء الله في هاد العطريه هذه، ونبداو ان شاء الله على بركه الله. هنا عندي هنا غندير شويه ديال الزيت، غندير هاد التوابل كامله، ماشي التوابل، هاد اوراق سيدنا موسى والقرفه وكاع هاد العناصر اللي قلت لكم غنديرهم هنا يتشحروا. كيطلقو ديك البنه ديالهم، غندير هنايا البصلة، غندير الملحة، شوية ديال الملحة، هنايا غندير الزعفران، غندير هنايا، غندير البزار، غندير سكنجبير، وغندير حرق بلدي، وغندير واحد شويه الماء هنا،
هندي الملحه ونخلط اسمحوا لي وغادي نخلط هاد ندخل هاد التتبيله هنايا غنخليهم شويه ومن بعد عاد غادي نديرهم ان شاء الله. هنايا انا كندير هذه الحيله هذه اللي هي كاين واحد الشبكه كتباع كيحطوها باش كيديروا عليها اللحم، ولكن انا ما عنديش. اللهم غادي ندير هذه العمليه هذه، غندير الكسكاس كنقلبو وكندير فيه هكا كيجي بحال نفس الطريقه اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش كيدير الكسكاس ديال الكوكوت عادي ويقلبوه ويديروا بهذه الطريقه هذه. كنقص ليه ونرجع معكم ان شاء الله. غنسد الكوكوط ديالي داك الماء اللي بقى لي غندير حتى هو هنا. ها هو تقريبا طاب، غادي نديرو ان شاء الله دابا ندهنو بشويه ديال السمن السمنه وغندخلو ان شاء الله الفرن يتحمر شويه. ندوز هو اللي درتو باش نحيد الشده ديالو ان شاء الله نحمرو. نحط الحم هنايا وغندهنو بشويه ديال السمنه حمر في الفران. ها هي ديك البصله شحرات وطلقات داك الماء ديالها، ان شاء الله غادي نردو فوق البوطه. الله غندخل هذا اللحم هذا غنديرو في الفران باش يتحمر ليا. اللوز ها هو تيبغى نحيد ليه هاد الجلده ديالو كلها القشره ديالو ان شاء الله باش نقليه في شويه ديال السمنه. غادي نحط هاد الرز ديالي بعد ما سقطته غنديرو فهاد المرقه هذه اللي بقات ليا. وغنحركو غندير ديك النص ديال الضامة ديال البنة ديال الزعفران غندير منها غنص وغندير القياس ديال الماء اللي غيطيب ليا فيه الرز وغنقص ليه ونخليه يطيب على خاطرو ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. الرز هو لا طاب ولا طفيت عليه، ما في واحد الريحه يا سلام زوينه. غير جربوها الطريقه اللي كندير لها كيجي هذا الرز هذا هذه الكبسه هذه كتجي رائعه مندي كيجي زوين. ها هو تحمر حتى هو صافي راه طفيت عليه
دابا كلشي تقريبا واجد، بقات ليا غير اللوز هكا. غادي دابا ان شاء الله تا هو نحمرو. هنايا درت الزيت وشويه السمنه، غادي ندير دابا هذا اللوز تا هو يتحمر ليا هنايا. هنايا غنحط دابا الرز، بسم الله. هذه ورقة سيدنا موسى حتى ها هي الكبسه ديالنا المندي ديال باللحم، كيجي زوين وكيجي رائع وبسيط. كنتمنوا ان شاء الله تجربوه بالطريقه اللي صوبتو معكم وشاركتو معكم، وشكرا لكم بزاف بزاف ومبروك عواشركم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.